السلام عليكم مشاهدينا على الكرام في هذه الحلقه من حديث دمشق. على وقع المعارك في حلب والحديث عن تقدم الجيش السوري في صلاح الدين وانسحاب تكتيكي للجيش الحر، طهران استضافت مؤتمرا تشاوريا حول سوريا بحضور 30 دوله، سبع منها عربيه وسط مقاطعه خليجيه وامريكيه واوروبيه ومن دون تمثيل لسوريا. البيان الختامي للمؤتمر كشف عن موافقه جزء كبير من المعارضه لخوض حوار مع الحكومه السوريه في طهران بلا شروط مسبقه. كلينتون تعهدت من بسقوط نظام الأسد وتحدثت عن ملايين الدولارات قدمتها بلادها للمعارضة كمساعدات غير فتاكة وعن تخطيط دقيق بين أنقرة وواشنطن للبدء بالمرحلة الانتقالية في سوريا لكن هذه المرحلة في سوريا تشهد خطفا تحت مسميات عديدة خطف السوري للسوري عمليات تمزق جسد البلد الواحد والشعب الواحد وفي الداخل السوري ايضا انشقاق رئيس الوزراء رياض حجاب، الحكومه قللت من شان المساله وتحدثت عن اقاله رجل، واشنطن سارعت بالتعليق واعتبرت انشقاق حجاب يثبت ان النظام السوري بدا يتاكل، هل هو كذلك ام ان الامر كما قالت الواشنطن بوست بان هيكليه سلطه الاسد ليست في حاله انهيار ولا هي مفتته وما تبقى من النظام هي اساسات متينه من وحدات عسكريه وقادتها، هل ما زال للحوار؟ مكان في حل الازمه السوريه ام ان الغلبه للاقوى؟ هذه الاسئله ستكون محاور نقاشنا مع ضيفي من دمشق النائب في مجلس الشعب السوري خالد العبود ومن اسطنبول عضو المجلس الوطني السوري عماد الدين رشيد. ابدا معك سيد عماد الدين رشيد كلينتون من اسطنبول تحدثت انها تعد لمرحله ما بعد الاسد وضروره التخطيط الدقيق مع تركيا. لن نناقش هذا الموضوع لكن نناقش من هو المعني في التخطيط الدقيق لاي مرحله لها هذه الحساسيه في سوريا؟ المعارضه باطيافها المتعدده قدمت رؤاها في هذا المجال هي تعمل منذ الشهر الحادي عشر العام الماضي 2011 على اعداد ما يتعلق في المرحله الانتقاليه والمرحله القادمه تشكلت في الواقع على اثر مؤتمر اصدقاء الشعب السوري في اسطنبول لجان تدرس هذا الامر المجلس الوطني كان له دور كبير في مثل هذا الامر قدم ورقته ومقترحه ثم اجتماع القاهره قدم ايضا مقترحا وتصورا جمع اكبر طيف للمعارضه السوريه فالعمل في الواقع هو المعني في ذلك السوريون قولا واحدا لكن ما يتعلق في المنظومه الدوليه هذا شانها اما اصحاب الشان والاختصاص هم السوريون انفسهم لكن هي تتحدث تماما. من مكان شان يعني شأن هي, هي تعتبر وتتحدث لو سمحت لي اعتذر للمقاطعه لكن حتى نركز على هذه النقطه لانه هي تتحدث من مكان شان، هي قالت انا اقدم مساعدات، انا معنيه بالدعم، اذا هي تتحدث عن انها معنيه بهذا الشان. ما موقفكم انتم؟ لم تتحدث عن حوار او تمثيل او نقاش دقيق مع المجلس الوطني مثلا. انا اتكلم بدقه عن قضيه الورقه الانتقاليه ومن المعني فيها، المعنيين هم السوريون. المنظومة المشاركة يمكن أن تقدم رؤاها تماما كما أن إيران قدمت مؤتمر والروس قدموا مقترحاتهم في ذلك الورقة الروسية قدمها السفير الروسي في القاهرة وطرحت في بين المعارضه ثم ذهب فريق من المعارضه هذا ليس سر لا افشيه يعني فالمنظومه الدوليه معنيه سوريا ليست معزوله عن العالم منقطعه لكن في النهايه الراي السوريين هذا ما يمكن ان يكون نعم سنتحدث عن هذه النقطه وعن الحوارات الاخرى او الطروحات لحوارات اخرى انتقل اليك سيد خالد العبود هل من معطيات جديده توحي او تؤكد او تدعم هذه التصريحات لواشنطن ربما لجهه عدم وجود حسم على الارض عندما تتحدث بهذه الطريقة اليوم؟ سيدتي المتابع للادبيات والمواقف الامريكية يستطيع ان يتوصل الى نتيجة مفادها ان هذا الموقف الامريكي ليس جديدا، مه. ثم هذا الموقف موقف امريكي بامتياز، علينا ان نتذكر ماذا قالت رايس ونحن على اكتاف 2006. قالت نحن ذاهبون الى شرق اوسط جديد، هذا الشرق الاوسط الجديد لا توجد عليه دمشق ولا طهران وعلينا ان نتذكر ايضا باول عندما وصل الى دمشق بعد احتلال بغداد سقوط العراق ماذا قال اذا الولايات المتحده الامريكيه هذا ليس غريبا عليها هي تحاول ان تدخل على المفصل السوري وتسقط القياده السوريه لاسقاط الدور السوري هي تستعمل كل الذي حصل على مستوى الداخل السوري هي استعملته كادوات لكن اريد ان الفت انتباه الساده المشاهدين عندما نتحدث عن منظومه دوليه وموقف دولي لماذا لم يقل الايرانيون والروس باننا منحازون للنظام دون المعارضه هم ماذا قالوا ورقتهم كانت معتدله الى حد بعيد قالت نؤمن طاوله حوار نؤمن فضاء سياسيا لكل المكونات السوريه تعني فيما تعني السلطه والمعارضه بكل مكوناتها لكن عندما تتحدث الولايات المتحده الامريكيه ماذا تقول الولايات المتحده الامريكيه هي التي ضغطت على المسلحين السوريين من أجل أن لا يرموا السلاح وهي التي ضغطت على العربان من أجل أن يدعموا هذه المجموعات المسلحة بالسلاح تخرج علينا اليوم من أجل لا. أن تقول بأننا إلى جانب هذه الأدوات من أجل إسقاط النظام هنا المفارقة عندما نتحدث عن منظومة دولية يجب أن نكون واضحين ما هو الموقف الروسي؟ الموقف الروسي إلى جانب كل المكونات السورية الموقف الإيراني هو كذلك أما بالنسبة للأمريكي فموقفه واضح هو لكن إسقاط الدولة وإسقاط الجغرافيا لكن يعني في هذه النقطه ربما ما نود ان نفهم اذا ما كانت المعطيات على الارض تميل لجهه ان تدعم هذه التصريحات، وايضا الموقف الايراني يدعم الحوار، لكنه تحدث ايضا سعيد جليلي في زيارته الاخيره بان ايران لن تسمح ان يعني ان يحصل اي شيء لضلع اساسي في محور المقاومه كما قال جليلي، اذا هناك ميزان اخر لمفهوم ايران ستراميا نعم. ستراميا، هناك هناك تحالف استراتيجي هذا لا يعيب السوري ولا يعيب الايراني لكن انا اعيب الايراني لو ان الايراني لا سمح الله قال باننا لا نريد مكونا بعينه من مكونات المعارضه السوريه لكن عندما يفتح هذا الافق لجهه كل المكونات السوريه انا اضع يدي بيد الايراني نعم. لكن لماذا لا اضع يدي بيد الامريكي لانه لا يفتح هذا الافق الامريكي منحاز لطرف بعينه لانه يستعمله كاداه وبالتالي انا في تقديري ايضا في هذا السياق لا تستطيع، لا تستطيع، لا نستطيع كسوري، انا كسوري كمثقف سوري ان اقارن بين الطرف الايراني وبين الطرف الامريكي، ابدا. طيب الايراني واضح في في رؤيته، الامريكي منحاز لطرف ليس من اجل دماء السوريين وليس من اجل السوريين، وانما من اجل مصالحه على مستوى المنطقه. سيد عماد رشيد اعود اليك، كنت تحدثت معي قبل قليل تقول انه تحدثت ايران وضعت رؤيه لحوار وايضا حصل ذلك في روسيا. إذا هل ما طرحته إيران في المؤتمر التشاوري لجهة الحوار في طهران أنتم توافقون عليه؟ أنا ما تكلمت عن الورقة الإيرانية، تكلمت عن الورقة الروسية في الواقع. وذكرت أيضاً طهران، ما ذكرت أيضاً ما طهران. وبين الروس <applause> ربما تقدم برؤيه قدمت رؤيه شامله ما ما اقصد رؤيتها في المؤتمر الاخير او الحوار تحديدا، وانما انا كان تركيزي بدرجه واضحه تماما ومقابل الموقف الامريكي ما تقدم به الروس لمستقبل سوريا بعد الاسد، اقتراحات روسيا في ما بعد الاسد بتنحي الاسد، تسليم نائبه هذا تم الحديث عنه مع الروس في اكثر من من جلسه. وايضا قدم السفير الروسي ورقه لما بعد الاسد للمجلس العسكري السوري هذا يعني ينبغي ان يعرف. هذا الكلام كان التصريحات الواضحه لروسيا التصريحات الواضحه لروسيا دعيني دعيني اكمل دعيني تكمل لكن نوضح نقطه اكمل الورقه اكمل حواري في تلك الجزئيه تفضل وضحيها بعد بعد بعدين لو اود ان اقوله ما أود أن أقوله ووجه الشاهد عندي روسيا قدمت رؤية لمستقبل سوريا وأمريكا تفعل ذلك هذا ما كنت أقصد أن الحالة الدولية ولست معنيا لا بأمريكا ولا بروسيا أنا يعني السوريين ما أستطيع أن أخرج عن حالة الثورة لأتناوش في والله الروس قالوا والأمريكان قالوا والإيرانيين قالوا في عندي حالة سورية وطنية بامتياز موجودة في الداخل يستفيد منها الخارج أو لا يستفيد ينتفع منها شركاء سوري النظام السوري أو لا ينتفعون لكن ينبغي أن نميز تماما لا يمكن أن تغير لا دمشق ولا طهران عن الخارطة. دمشق جغرافيا طهران جغرافيا، أما إن كان الحديث عن الأنظمة فهذا شيء آخر، طيب. من حق الشعوب أن تتكلم، والوضع الدولي يقدم رؤيته كما يريد، فهذا نعم. ما ينبغي لا تتماهى الدولة مع النظام ولا مع اذا انتم تتوافقون مع رؤيه روسيا اذا انتم تتوافقون لا مع رؤيه روسية المعلنه والمؤكده بان المعني الوحيد في هذا الموضوع الشعب السوري ما المشكله اذا بحوار طهران بين كل الاطياف بدون شروط مسبقه تجتمعون لتضع هذه الرؤيه كشعب سوري بعيدا عن اي تدخل اخر القاسم المشترك هو الاختصاص للسوريين، اما هل هو بحوار الذي طرحته طهران او لا هذا شيء اخر اليات طيب يمكن نتفق ويمكن نختلف. فالقضيه ليست قضيه ان ان هناك وصفه سحريه من الخارج تاتي، انا مؤمن تماما ان السوريين في الواقع يعني لم يتم بينهم حوار كافي، انا طيب. ما اتكلم عن النظام، اتكلم عن شرائح السوريين سواء من يسمون بالصامتين وانا ارى ان هؤلاء الصامتون ان هؤلاء الصامتين انما هم ثوار بصمت لانهم صبروا عليك سبعه عشر شهر ولم ينحازوا مع النظام يعني انهم يمنحون الثوره فرصه ان تنجح عانوا كما عانى الاخرون جاعوا كما جاع كون الاخرون كونهم في, كون في حاله صمت كما قلت كونهم في حاله صمت كما قلت يمكن لا نستطيع ان نحدد اي وجهه هم او عماذا يصمتون كما تقول لكن دعنا نشرك ايضا جهه اخرى في المعارضه من اطياف ايضا المعارضه السوريه معي انس جودة عضو لجنه العمل من تيار بناء الدوله انت ايضا من من اشتركوا في نداء روما تحدث عن هذا النداء عن شروط غير مسبقه وهو ما يتقاطع ايضا مع حوار اعلنت عنه طهران يكون فيها عن بشروط غير مسبقه، ما هي الرؤيه لكم بالنسبه لهذا الحوار؟ نداء روما جاء نتيجه بعد انكفاء الصوت الداخلي السلمي الملائم بتغيير الديمقراطي فجاء نداء روما صرخه باتجاه تطوير وتفعيل اليات عمل المعارضه الداخليه باتجاه اطلاق حوار مع جميع الاطراف التي لها علاقه بالازمه السوريه ابتداء من السلطه الى الجميع باتجاه للخروج لايجاد مخرج امن وسلمي من من الازمه في سوريا. <applause> اما فيما يتعلق بموضوع الربط بين انه انطلق بشروط غير مسبقه حوار طهران فانا ارى ان هناك خلافا بين بين الامرين ف بينما خرجت خرج نداء روما من المعارضه الداخليه لوحدها بدون اي شيء اخر لا يمكن اعتبار نداء طهران نداء محايدا فطهران فايران هي جزء من, من او طرف اطراف الازمه السوريه يمكن الحوار معها ولكن لا يمكن ان تكون طرفا محايدا يدعو الى حوار او تكون شريكا في حوار. طب شكل الحوار المحايد، مكان الحوار المحايد كيف يكون؟ المكان المكان الحوار يجب ان يكون قطعا في الداخل في داخل سوريا م -م. لا يمكن يمكن القيام بتحضيرات له في الخارج ولكن الحوار يجب ان يكون داخليا وبين جميع الاطراف، شكل الحوار عمليا الفكره العامه هي باتجاه حوار مرحلي على مرحلتين المرحلة أو تفاوض على مرحلتين المرحلة الأولى تكون مع السلطة الحالية بشكلها الحالي أما التفاوض أما المرحلة الثانية فتكون مع من سيمثل هذه السلطة في المرحلة الانتقالية باتجاه الانتخابات نعم اشكرك انا جودة عضو لجنه العمل من تيار بناء الدوله حدثتنا مباشره عبر الهاتف اعود اليك سيد خالد العبود سبعت ما قاله سيد انس جودة هذه المعطيات وهذه الرؤيه هل هناك من مشكله لتطبيقها في دمشق سيدتي نحن في الحقيقه يجب ان ننتبه في السياسه السياسه ليست رغبات يا اخوان <applause> ارجو ان ننتبه الى هذه المعادله قد يكون لدي مجموعه من الرغبات لكن هذه لا تتحول الى منتج سياسي ان لم ترافقها حوامل وروافع وادوات توصلها الى واقعيه ما نريد ان تذهب اليه الاشياء لدي رغبه ان تكون سوريا افضل بلد في الكون لكن ما هي الادوات ما هي الروافع التي بين يدي الان أنا طلعت على بيان روما هذه مجموعة من الرغبات ثم أسأل إخواني وزملائي الذين خرجوا علينا من روما لماذا كانوا إلى حد بعيد البعض يمتلكه من بينهم العرج لم يستطيعوا أن يدينوا أي طرف خارجي في الأزمة السورية هل كانوا يقدمون غزلا من هنا وهناك كي يحدثوا مفاصل تشابك إيجابية مع بعض القوى الدولية لتقاسم ما شيء شيء ما على مستوى الداخل السوري ثم اسمحي لي يا ستراميا يتحدث ضيفك من اسطنبول عن ورقه روسيه تتحدث عن ما بعد الاسد انا لم اسمع من الروس هذا الكلام ولم اسمع من الايرانيين هذا الكلام لن اصغي لا الى الروسي ولا الى الايراني ولا يعنيني لا الروسي ولا الايراني اذا كان يتحدث عن مرحله ما بعد الاسد هذه في الحقيقة هذا في الإعلام استعملت مثل هذه المفردات لكن علينا ألا نضلل جمهورنا جمهورنا هذا المعارض أو الموالي بمثل هذه المقدمات لأنني أعتقد بأننا نكون قد بنأنا بناء وهميا ودفعنا الناس باتجاهه وهذا في الحقيقة هو ورطة هذا يمكن أن يحول الناس إلى وقود بدلا من أن تتحول إلى فاعل رئيسي في الشارع السوري لا يوجد بين يدي هناك شيء اسمه الورقة الروسية ما بعد تنحي الأسد <applause> لا يوجد أنا لم أسمعها إلا من بعض المثقفين في المعارضة وبالتالي علينا عندما نتحدث في السياسة أن نتحدث عن أمور واقعية لا أن نتحدث عن الشيء في الإعلام متخيل المتخيل في الإعلام لا ينتج سياسة يا أخوان طيب دعنا ننتقل كل ل... الذي تم الحديث نعم دعنا ننتقل للسيد عماد الدين رشيد نتحدث إذا عن واقع تحدث ضيفي في دمشق عن رغبات تطرح لكن كآلية تنفيذ من يملك اساسا قدرة على تنفيذ كل هذه الرغبات؟ مع الوصل لرغبات ايضا لها علاقة بالدور الدول الاقليمية والدولية. في الواقع ما طرحته ليس كلام اعلامي، شيء انا كنت جزءا منه. فلذلك وانا يعني اتكلم على الهواء ما اذا لماذا لم تتفقوا في اسطنبول في في الجنيه. روسيا اذا في موسكو لماذا لم تتفقوا اذا في موسكو اذا كان هناك اتفاق على هذا الشكل على هذا شيء شيء اخر هذا شيء يعني اذا هذا الفاصل اساسا كان عامل اساسي للفصل ما بين عنه في الكواليس لا لا لماذا نقطة أود أن أفهم منك إذا كانت هذه النقطة أساسا هي محور خلاف بين الرؤية الأمريكية والرؤية الروسية لحل في موضوع الأزمة السورية وهي ما هو ما رفضتموه إذا كان هناك توجه روسي بهذا الشكل لماذا لم تتفقون إذا القضية كما ذكرت لك هذا في مناقشات داخلية تمت وأحيت ثانية هذا كان في الشهر الثامن العام الماضي وأحيت ثانية في الشهر الخامس في هذا العام آه هذا كلام انا اطرحه على الاعلام، يسال اخرون لماذا لم يكمل الروس؟ لماذا لم يكمل الاطراف الاخرى؟ كل جهه لها أوراق التي تلعب فيها على الطاوله، والسياسه في الواقع ليست حاله مدرسيه يعني آه تعالج بهذا الشكل وانما مم. لها آه ظروفها وملابساتها الخاصه. الذي يهمني من كل هذا الكلام، لا اريد ان اقف عند الموقف الروسي ولا الموقف نحن السوريين شو بدنا؟ نحن كسوريين ما الذي نريد؟ اين نحن ذاهبون؟ ما قيمه الحوار؟ هل يمكن ان ينتج الحوار مع هذا النظام؟ عندما تطلع طائرات الميغ والمعارضه ما عندها ميج والجيش الحر والكتائب ما عنده لا عنده ميج ولا عنده دبابات الطرفيه ولا عنده مروحيات مم. عندما يصل الامر الى هذا المستوى من المعقد جدا من المعقد جدا ان يقبل السوريون بحوار مع من يعطون هذه الاوامر يعني عندما نتكلم عن حاله سوريه والاخرون يقدمون بينهم وبين سوريا احلاف هم متورطون الروس القياده المشتركه الموجوده في موسكو والقياده المشتركه الموجوده في دمشق والقياده المشتركه الموجوده في 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 طهران، هذه الثلاثيات التي تعمل معا فيما يتعلق في الازمه السوريه والاوراق التي تتبادلها تدين كلا من روسيا وايران بانهما يتدخلان بطريقه سافره جدا، انا اضرب مثالين نعم. مثال لايران ومثال ايران، مثال لروسيا الطيارين التركيين اللي زُعم انهما سقطا في المياه و الجثث اخذها الاتراك. اعتقلا اخذا حيين، اعتقلا قتلا اعيدا بنصيحه روسيه الى مكان سقوطهما، طيب. وهذا موثق ومدون بوثائق رسميه موجوده. يعني هذه 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 الحرب الايرانيه. أن... نعم. نعم نعم تفضل. الحل... أيضا مثال إيراني أيضا هناك توجيه من قاسم سليماني آغا مباشرة لبشار الأسد ب فيما يتعلق في نقل الاسلحه البيولوجيه والكيماوية وما يرتبط فيها وفيما يتعلق ببعض العمليات هذا امر موجود وموثق ومدون بتوقيع وشيء وضع في الجهات الدوليه التي تحتاج ان تدقق في مثل هذا الامر تبين تورط الدول الاخرى هذه يعني هذه يعني انت تقول انا اود استفيد يفعل. لم يبقى لدي كثير من الوقت في هذا المحور اعتذر منك آه هذه الك يعني انت تطرح آه لامثله انت مسؤول عن هذه آه المعطيات التي قلتها لكن آه ايضا طبعا. يعني حتى بالأعلام. حتى أنا حتى يعني اعطي المجال للرد من الطرف الاخر فيما تبقى من الوقت من هذا المحور سيد خالد العبود سمعت انا لاحظت انك تريد ان ترد سيدتي فقط لا ضيفك من اسطنبول هو رد على نفسه عندما تحدث عن قياده مشتركه بين الروسي وبين السوري في دمشق وقياده مشتركه بين الروسي وبين السوري في موسكو عظيم انا موافق إذا كيف يتحدث قبل ذلك عن ورقة روسية تتحدث عن تنحي الرئيس بشار الأسد أعتقد بأن هذه القيادة المفترضة الافتراضية التي تحدث عنها ضيفك أنا لا أتحدث لم أتحدث عنها حتى اللحظة هذه القيادة تنفي واقعيا موضوعيا منطقيا أن يكون أي طرف آخر من المعارضة أو من مكونات دولية اتفقت مع الروسي على تنحي الرئيس بشار الأسد أو الروسي باع الرئيس بشار الاسد وتحدث عما بعد التنحي. مم. هذه قضايا يجب ان ننتبه لها يا اخوان. السياسه لا تاتي كذلك. نعم. انا في اعتقادي ان البعض من الاخوه يضللون الداخل السوري، يضللون الشعب السوري، يبنون له واقعا افتراضيا جر الناس الى الهلاك، جر الناس الى القتل، جر الناس الى الخطف، الى النهب، الى السلب. في هذه, هذه وليسمعني العالم، وليسمعني نعم. العالم، وليسمعني العالم. مم. هناك 250 ألف مواطن سوري مخطوف من قبل السوريين من قبل أدوات سورية استعملت من الخارج. عن ماذا يتحدث البعض عندما يتحدثون عن ثورة هذا و, و, و هذا هذا سيكون محور المحور التالي في حديث دمشق موضوع الخطف خطف تفضل. السوري للسوري ونغلق هذا المحور الأول ونوضح أنه لكلا الطرفين أساسا. كتل او دول تدعم ننتقل الى فاصل ومن ثم نواصل حديث دمشق فتفضلوا بالبقاء معنا مرحبا بكم من جديد في حديث دمشق، وصلنا الى المحور الثاني نتحدث عن حاله الخطف في سوريا، خطف السوري لسوري، خطف زوار من دول اخرى، هل هي حاله فوضى ام هي تصفيه حسابات؟ بكل الاحوال سنتابع تقرير من اعداد الزميل زياد حيدر ومن ثم نعاود النقاش مع ضيفي. لم تتوقف انذارات المعارضه للعاملين في قطاعات الدوله المختلفه على مدى الاشهر الماضيه مطالبه اياهم بالانفكاك والعصيان او التعرض لمصير شبيه بمصائر كثر اخرين بينهم على سبيل المثال الحصر عضو مجلس اداره الشركه السوريه للطيران القبطان فراس الصافي الذي اغتيل وهو في طريق عودته من مطار دمشق الدولي الاغتيال الذي هو اخر السبل سبقته اساليب اخرى خلال الازمه السوريه تتمثل بالاختطاف واتباع اسلوب الرهائن مقابل مطالب تتدرج من طلب مبادله المخطوط فينا بمعتقلين آخرين أو طلب كميات كبيرة من المال والمسرح الأكبر لهذه العمليات كان مدينة حمص التي لا يزال وجهاؤها يتحدثون عن ما يزيد عن 800 مختطف بعضهم يعرف حتى مكان احتجازه لكن الاختطاف لم يقتصر على جهه واحده وتبادل السكان في المدينه حتى فتره قريبه عمليات الاحتجاز بهدف تحقيق صفقات تبادل لاهاليهم وينساق المثال الحمصي هنا على مناطق اخرى ولكن بمستوى اقل دون ان تتوفر احصائيات رسميه او غيرها عن اعداد المختطفين والذين تقول مصادر المعارضه ان اعدادا اكبر تقابلهم بين المفقودين او المعتقلين دون مذكرات رسميه او اجراءات قانونيه واضحه. وسجلت في العاصمة السورية حوادث اختطاف لافتة بينها حالات لضباط كبار كاللواء الميداني فرج النقط والعميد الاستخباراتي منير شليبي لتصل إلى اختطاف إعلاميين وتصفيتهم كما جرى مع الإعلامي السوري محمد السعيد ولم يقتصر الأمر على الجنسية السورية فقط وإنما طال بشكل أساسي الإيرانيين من خبراء أو زائرين وجنسيات أخرى إيطالية وبلغارية أيضا إضافة لقضية اللبنانيين المعروفة ويرى مراقبون ان وسيله الاختطاف كعنصر ضغط معنوي ومادي لن تتوقف قريبا بغض النظر عن نتائج الحسم العسكري والامني ولاي طرف سيتحقق اذا تابعنا هذا التقرير عن واقع واقع حقيقة الاختطاف في سوريا مرحبا بكم ضيفي الكريمين من دمشق النائب في مجلس الشعب السوري خالد العبود وأيضا موصول الترحيب من جديد من اسطنبول بعضو المجلس الوطني السوري عماد الدين رشيد أبدأ معك سيد رشيد أبدأ من اختطاف الإعلاميين وبالأمس كان هناك اختطاف لطاقم الإخبارية السورية بينهم مذيعة أو مراسلة الا تحمل مفهوم الحريه ان يتقبل الجميع دون اقصاء اي احد حتى يصار الى اختطاف حتى الاعلاميين انا هنا قبل ان اجيب عن سؤالك في الواقع لي تعليق طفيف يعني على ما تفضل فيه ضيف من الشام فيما يتعلق في قضيه الوثائق والكلام الذي ذكرته واللي سماه تضليل إعلامي. طبعا انا لا اريد ان اقف عند كل مفرده لانه من طبيعه البروباغندا النظام انها تقوم على تفكيك الاخبار المسموعه وليس على اضافه شيء جديد، ايش بيقول الضيف فككوا الخبر حتى ينتهي الامر، فلذلك ما اريد ان اقف كثيرا لكن اقول هذه وثائق وستظهر طيب. ضمن سلسلة متكاملة عدت إلى هذه النقطة، عدت إلى هذه النقطة، سنغلق هذه النقطة لجهة واحدة م. الطرف في الحكومة السورية أنا. أنا والطرف في المعارضة، هناك كلينتون تحدثت عن مساعدات ملايين الدولارات، هناك دول بالخليج أعلنت دعمها للمعارضة، هذه النقطة كلا الطرفين لديه دعم، لكن من يدعم الآن الشعب السوري في هذا الواقع؟ وتحديدا هناك تبني للجيش الحر انتم تدعمونه لخطف مدنيين موظفين وهنا خطف اعلاميين اتحدث لمفهوم الحريه الا يقبل الجميع؟ نعم لا شك الخطف ليس سلوك حضاري لا يعتبر الخطف سلوكا حضاريا ابدا ولا سيما يتعلق في المدنيين، اما في الحاله العسكريه فهذا مساله اسر تسمى هل اخذ منك ادانه الان لهذا الخطف الذي, المسألة المسألة الذي قام به المجلس الوطني الذي قام به الجيش الحر؟ اخذ منك ادانه كمجلس وطني لهذه العمليه وتحديدا لو لخطف الاعلاميين السوريين لو تكرمتي تفضل خذي مني كما اقول كما اقول كلامي واضح جدا لا نقبل لا نقبل بخطف المدنيين، الخطف غير سلوك حضاري، هذا متفقين عليه لكن عندما يتعلق الامر بجهه مرتبطه بالنظام وبقتل بالقتل وبالاعتداء على السوريين هذا صار اسمه اسر جهه متورطه باعتقال السوريين بقتل السوريين هذا اسمه اسر يارا صالح المراسلة يارا صالح مرتبطة. المقاومة تعمل يا صالح, صالح خارج, خارج ذلك يارا صالح لو سمحتي يارا صالح سمحت مرتبطة بقتل المدنيين لو سمحتي الله يرضى أنت إعلامية ولاني اتحدث عن إعلامية, اعلاميه فتاه شابه تم اختطافها بدمشق كانه انا خطفت يارا لا اود ان اسال منك توضيحا الجيش الحر تيارة. وانتم تدعمونه أنا لذلك اسالك كطرف صيغه سؤالك غلط تفضل صيغه سؤالك غلط ما هو الصحيح؟ لكن خليني اسالك عن اختطاف المدنيين اللي خطفون اللي خطفون النظام اعطيك ليست بالمختطفين انا واللي لست طرفا هنا انا احاول ان انقل لكم القومي انا لست طرفا انا احاول انقل لكم لكم كطرف حتى نحس بحياد لو سمحتي يا عيون يا عيون لو, نعم. لو تكرمتي علي تفضل الان انا ما ما لحملك مسؤوليه اللي النظام لانك ما انك طرف وارجو انا ما تحمليني مسؤوليه ما عرف في حقيقه هذه الاختطافات الزميل مهم. محمد سعيد بن بلدي مهم. رجل 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 معروف لذلك ارجو الامر ما, ما يكون بهالطريقه نحن لسنا انا وياك في ملاسه الله يرضى عليك نحن في في, في حوار اعلامي نعم. حوار اعلامي يقتضي مهم. هذا الكلام العام واضح تماما لو تكلمنا عن جزئيه جزئيه الفريق الايراني او الفريق الفلاني فنحن امام شيء امام امام اشياء تحتاج تثبت تحتاج توضيح من كل الفرقاء الجيش الكتائب المقاومه كتيبه البراءه اختطفت 48 ايراني حققت فيهم طلع معهم ناس حرس حرس ثوري وطلع معهم اشخاص متورطين باعترافاتهم وهم يجرون ذلك ونحن ندين اي واحد كان مدري من هؤلاء ما بيطلع ندين ذلك لا لا علاقة سنتحدث عن هذا الموضوع هذا الأمر سنتحدث عن هذه النقطة التور. دعنا نشرك آه. ف... دعنا نشرك من دمشق سنعود لهذه النقطة ولجزئية أيضا اختطاف الزوار الإيرانيين سيد خالد العبود لجهة الاختطاف يقال إن الحكومة لا تولي كثيرا من الأهمية لحل هذه المشكلة التعامل معها تستفيد منها إعلاميا لكن على أرض الواقع لا يكون هناك حل عملي أو حراك عملي بداية سيدتي وانت تقدمين في الحقيقه وضعتي عنوان هل هي حاله فوضى هذا الخطف هل هي حاله فوضى قلت ان تصفيه حسابات لا انا باعتقادي ستراميا ليست هذه ولا تلك هذا نمط تفكير ومنهج عمل هذا اتبع منذ اللحظات الاولى لكن اخذ اشكالا متعدده هذا اتبع منذ الساعات الاولى في درعا عندما تم حرق بعض البيوت والاعتداء على بعض الشخصيات التي ليس لها علاقه لا بالامن ولا بالجيش لا من قريب ولا من بعيد. يعني انا اسال سؤال الان، لو اردت ان تشبهي النظام الدولة مؤسسات الدولة بالطرف الاخر لماذا يتم العدوان الاعتداء على محمد سعيد؟ لماذا يتم الاعتداء على عائله بري في حلب؟ لماذا نحن لم نتطر لم حتى اللحظه لم نعتدي على شخص واحد من المعارضه، من حسن عبد العظيم وانت نازله. هؤلاء الاخوه، هؤلاء الزملاء الذين قد نختلف معهم في بعض القضايا في بعض العناوين. حتى اولئك الذين قد قد يتواجدون في السلطه، لكن نختلف معهم في بعض العناوين، لماذا لم نعتدي عليهم؟ لماذا لم نخطفهم؟ ثم اسمحيلي ان اقول لك ايضا الدوله عندما تنأى بنفسها بين قوسين هي لانه ليس ليس لديها القدره على ان تفتح منافذ ونوافذ مع هذا الطرف. باعتباره قبل قليل قلت لك هذا نمط تفكير ومنهج عمل تشتغله هذه الجماعات من اجل ان تؤثر على المجتمع وليس على الدولة. تعتدي على المجتمع وليس على الدولة. انا لم ت... لو تم خطف ضابط استخبارات وليكن ماشي انا اتفهمه انها معركة بين طرفين. لا اشرعنه لكن اتفهمه. لكن عندما يتم هناك خطف المدنيين والعودة ببعض هؤلاء المدنيين وهم في اكياس مهملات، قطع بل... عمليا ما الذي تفعله الحكومه السوريه لحل هناك واقع يعني يستشري حقيقه؟ الدوله الدوله السوريه الدوله السوريه لا تدخل في هذه التفاصيل، الدوله السوريه تحاول ان تقطع راس الافعى، هي تلتقي، هي تحاول ان تواجه راس الافعى ولكن هذه التفاصيل الطرف الاخر لا يديرها مع الدوله، غير معني بالدوله. هو لا يعتدي على مؤسسة من مؤسسات الدولة هو يعتدي على المجتمع على مكونات المجتمع على أهلك من مكونات المجتمع على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي وفي تفاصيل المجتمع يتحدث عليها أن تحمي الإيرانيين. الدولة المجتمع بتفاصيله كله. كلها آه طبعا, طبعاً حسب حسب طاقتها الآن قبل دقائق الآن يا ستراميا الآن قبل دقائق سيارة في شارع من شوارع دمشق تفتح النيران على المواطنين رأيتها بعيني لم يتحدث لأحد عنها لو صوبت النار علي لتفهمت لكنه صوبت النار على من؟ لا. على أولئك الناس على الناس على المارة في الشوارع هل هذا هو فوضى أم تصفية حسابات أم أنه نمط تفكير ومنهج عمل؟ هذا نمط طيب. تفكير طيب نعم هذا منهج يعني عمل إيه إيه هذا اتبع لماذا يا رامي بثانيتين اتبع لضرب المجتمع وليس ضرب الدولة للتأثير على المجتمع باعتبار المجتمع رافع للدولة نعم فضل. أعود إليك سيد عماد الدين رشيد أنت تتحدث عن عمليات أسر وليست اختطاف، هذه كل هذه العمليات منظمة لهدف أن كل ما يتم أسره كما تقول أنت هم في أساسات أو صلب العمل الحكومي في السوري فهي تساعد حراككم إذا ما نظرنا إلى الإعلاميين وأنا أتحدث بصفة إعلامية ولمفهوم الإعلام لذلك ركزت على هذا الموضوع لصفة المدنيين كموظفين لصفة طيران مدني قبل أن ننتقل لصفة زوار آخرين حملتموهم صفات هناك جدل عليها طبعا لساتك أنت مصرة تحطينا, تحطينا في خانة والوضع الآخر في خانة أنا بدي أتكلم يعني الآن عدد المخطوفين والتي وثقت اسمائهم في مكتب الأمن القومي وتم خطف على أيدي المخابرات عدة آلاف موثقة بالاسم موجودة وضمن وثائق لذلك الذي يقوم بعمل ممنهج في ذلك هو الأمن يختطف الناس من المفاصل من أماكن عمله وتعود الناس مقطعة وتعود الناس في حالة مزرية المعظمية الشامة اللي حصل فيها والجثث التي القيت واضح تماما كيف اختطف هؤلاء الأشخاص وكيف رجعوا فأرجو ألا يلبس الأمر يعني رائحة النظام قد فاحت إلى مستوى واضح جدا لا يحتمل الدفاع عنه بهذه بهذه الطريقة أكبر شبيح يقوم في عمليات الخطف هو النظام هو المسؤول تماما عن كل هذا الأمر ما حصل في 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 بعض القرى وفي المناطق وعلى نحو طائفي هذا كله ينسى طيب حتى كله يقفز عنه بطريقه حتى نوضح بطريقه نقطة. انتم يعني هذه الاليه هذه الاليه هذه الاليه, الآلية هذه الاليه انت تقول ان النظام يستخدمها وايضا انتم تستخدمونها عمليات الخطف نحن نتحدث الان او الاسر او تحت اي مسمى هناك من تسلب حريتهم تسلب ارادتهم وتسلب حياتهم أنا ايضا انا لست من الكتائب والجيش الحر انتبهي لو سمحتي بعد اذنك انا لست من الكتائب ولا الجيش الحر تقولي انتم تقصدين الكتائب المقاومه تفعل هذا، نعم، اما أنت انا لست منهم انتم تدعمون الجيش الحر يعني جيش الحر هناك أه دعم مباشر وتدعمونه للجيش نعم. الحر فاذا انتم طرف بجانب نستطيع ان نحاوره حول هذا هذا جيش الوطن، نحن نرى انه جيش الوطن ونرى ونرى القسم المخطوف مع النظام هو هو هو, هو عصابات طيب. تقوم بعمليات القتل والسفح التي نراها ويراها العالم وموثقه وموثقه اسماء الضباط الذين باشروا طيب. القتل والاوامر التي وجهت لهم دي. جميعها او معظمها موجود بالنسبه فلذلك للايرانيين خلينا نحترم حالنا شوي بس بالنسبة مش معقول بهذه الطريقه المرفوضه بالنسبه للايرانيين انا يعني اود منك يعني ان تحدد الى من تتحدث آه ونحن نحاول ان ناخذ منك ومن ضيفك من ضيف اخر في دمشق ان نقرب وجهة النظر ان نرى الواقع السوري عن قرب لكن بالنسبه للايرانيين هل تم هناك وساطات او حديث بالنسبه لهم من جهه دوليه او لجهات اخرى لحتى تثبتوا ما آه قلتموه عن جهتهم، اتحدث عن الوساطات ليس لدي الكثير من الوقت. نعم، لا شك هناك يعني بلغنا ذلك، انا لست طرفا فيه، كلام ما بين الاتراك وبين الايرانيين في خصوص يعني المساعده في اطلاق هؤلاء الاسرى الموجودين لدى الكتائب في ريف دمشق، فحصل شيء من هذا الامر ومن قبله ايضا أخرج عدد من الرهائن الإيرانيين بعضهم ثبت أنه مدني وأخرج وتمت حتى بعضهم كان بصفة عسكرية وأيضا حصل يعني مفاوضات في حول ذلك، يعني الآن إما نتكلم بصيغة الطاولة وما تحت الطاولة، يا إما نتكلم بصيغة لنتكلم التسويق الإعلامي أمام الناس وأي يعني. دولة في شيء يحصل في شيء يحصل في شيء يحصل سواء من الروس أو من الإيرانيين أنا كل الأطراف الذي يحدث تحت, تحت الطاولة هذه السياسة هذه السياسة منه ما ذكرته بعض ما حصل تحت الطاولة من ذكرته في في وثقته في, 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 في تاريخه. لذلك تبسيط السياسة بحالة مدرسية ليس مقبول انا ما اتكلم عذرا عذرا عن حاله الرهائن الايرانيين كنت اتكلم بالجمله بشكل عام عما تحت الطاوله اما فيما يتعلق بالرهائن الايرانيين الان لا اعرف تحت الطاوله ماذا يوجد حقيقه حتى لا يتم الكلام على طريقه لكنك ذكرت عن موضوع روسيا بكل الاحوال تحت الطاوله في المواضيع السابقه اعود الان الى ضيفي في في دمشق هناك زوار من إيران وأيضا من لبنان هناك عمل حديث عن مقايضات تتم حتى في الخطف السوري السوري هناك حديث عن مقايضات لقاء أجر معين ضمن هذا المفهوم أين هناك دور لفك أسر لزوار من لبنان لإيران لجهة العمل الحكومي لجهة الوساطات لجهة دور الضغط الدولي أيضا إلى جانب الحكومة السورية الموجود ستراميا نحن أمام الآن في لحظة تاريخية هامة أعتقد بأنه إذا حاولنا أن نغطي بعض الزوايا نكون كفرة وأعتقد أن البعض منا الآن في شهر رمضان الآن بس اسمحي لي على نقطة هامة أزعم أنها هامة لما الإيراني بده يبعث قوات ما بيحط خمسين واحد ببولمان وبيحركهم بالسيدة زينب وبيجوا والله الجيش الجدع الجيش الحر الجيش المغوار هذا الجيش الوطني بيقوم بيلقي القبض عليهم، هذه مهزله في علم العسكرة وعلم الاستخبارات هذه مهزله هذه لا تتم بهذه الطريقه هل هناك من إذا حل اذا كان هناك عناصر هل هناك حل هل هناك حل؟ لا, لا, لا 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 انا اوصف المشهد انا لا اتحدث عن حل انا اوصف المشهد لكن السؤال لماذا تتم مثل هذه العمليات لان المنطقه يا راميا مشغول عليها باتجاه تدفع باتجاه ان تكون هناك حرب سنيه شيعيه فكيف فكيف سيقدم الطرف الاخر على ان هناك تورطا شيعيا في المنطقه يقول لك بان ايران تدفع بقواتها باتجاه هي التي تقتل الشعب السوري وهي التي تنال من الثوار السوريين و و و لم يبقى لدي الوقت لهذا المحور ثواني عندها. ثواني أفدأ. فقط ثواني ثواني أفدأ. ثواني سترامي هلا فقط لما بنحكي عن الوثائق ايضا ما نضحك على العالم الوثائق وثائق الجزيره الوثائق وثائق صلاح ما بعرف شو اسمه هذا بحمص يلي كان يعطي للواحد لل... هي احدى احدى ال... 3000 دولار حتى يستط انه يمرره بيعطيه 3000 دولار وبياخذ قصاصه فيديو بيعطيه حقة 5000 دولار اخيرا بس يا راميه معليش لا. آه انا لاخواني يلي برا يلي بالمعارضه واللي بوجه التحيه جميعا أنا أستطيع أن أعد لهم الآن من عصابات الأسد أن أعد لهم مئات أسماء الضباط طيب ويشرفني أن أبناء عمومتي وأخي في, في في القوات المسلحة طيب بيحسن واحد منهم بس يقول لي خمس قادة ميدانيين فيما يسمى بالجيش الحر الجدع المغوار البطل الوطني طيب أنا وهل أنا... يشرفه أن يكون أخ أخاه او ان يكون اخوه واحدا في هذا الجيش الحر بس بعيدا عن ذلك نحن خلي السوريين يسمعوا انتهى الوقت المخصص لهذا المحور انتقل الى محور اخر له علاقه بالانشقاقات هل هي تاكل نظام انه شراء ذمم ام ان ما زال النظام او الحكومه السوريه متينه لكن بعد ان نتوقف مع هذا الفاصل فابقوا معنا مرحبا بكم من جديد في حديثي دمشق مرحبا ايضا من جديد بضيفي من دمشق خالد العبود النائب في مجلس الشعب السوري وايضا من اسطنبول ضيفي عضو المجلس الوطني السوري عماد الدين رشيد وصلنا الى محور خاص بالانشقاقات وتحديدا بعد انشقاق رئيس الوزراء رياض حجاب ابدا معك سيد خالد العبود لطالما ما تحدثت الحكومه السوريه عن موقف قوه لجهة عدم وجود انشقاقات في كل في في القياده الجيش، في السلك الدبلوماسي، في مؤسسات الدوله. الان هل يعتبر هذا تاكل اذا للنظام كما قالت واشنطن؟ سيدتي انا افرق على هذا المستوى بين على هذا على هذا المعنى، على هذا العنوان بين مستويين. اولا عندما نتحدث عن انشقاقات، انا افهم الانشقاقات على النحو التالي. هو ان تنشق المؤسسه على ذاتها او ان تنشق مؤسسه عن مؤسسات الدوله اسوق مثالا على ذلك ما حصل باليمن مثلا ان يصبح الجيش جيشان او ان يصبح الجيش جيشين بمعنى ان جزء من القوات المسلحه بما تملك من عتاد على كل المستويات تصبح في طرف والجسد الرئيسي يصبح في طرف اخر م. خذي على سبيل المثال ما حصل في رئاسه مجلس الوزراء أنا يمكن أن أتفهم أو أن أسمي هذا الانشقاق انشقاقا لو أن رئيس مجلس الوزراء خرج علينا وسجل مجموعة من الملاحظات وأخذ مجموعة من الوزراء وأصبحوا في مكان آخر وهم من داخل البلد أو من خارج البلد م. قسموا المؤسسة أما ما الذي حصل مع رياض حجاب؟ أنا في تقديري هذه ورقة استخباراتية آه. هذه ورقة في المخابرات صرفة يتم الاشتغال على شخص بعينه إن كان الاشتغال عليه ماديا أو الاشتغال عليه شخصيا لجهه التهديد على بعض ورقه من هنا او ورقه من هناك، حتى استعمال اسف جدا، حتى يمكن استعمال مثلا الضغط المعنوي لجهه اولاده، لجهه امراه تقوم بدور ما، هذا كله يؤثر عليه فهذا مخابراتي، ورقه مخابراتيه يتم التاثير فيها على شخص ياخذوه باتجاه يخطفوه باتجاه ما معين، كما حصل مع رياض حجاب. تصغي له في اليوم التالي على ان هناك بيان وعلى ان هناك خروج وعلى ان هناك م. انشقاق انا هذا لا اسميه انشقاق اسميه فرار او هروب او خروج من السياق العام على المستوى الفردي طيب. لكن كي اكون معك واضحا ايضا م. هذا له تاثيره المعنوي نعم له تاثير معنوي على الشارع له تاثير معنوي على المؤسسه له تاثير معنوي على كل الاصطفافات والمكونات على مستوى الداخل وممكن الخصم ان يستفيد منها معنويا لكن على مستوى مؤسساتي يعني هناك تاثير مادي هذا لم يحصل في الحقيقه وهذا وهذا لا يعبر عن اهتراء في بنيه النظام ولا يبي ولا يعبر عن عن اهتراء في مؤسسات النظام هذا له تعبير مختلف تماما كما قلت لك دعنا نعود طبعا. الى الى اسطنبول، سيد عماد الدين رشيد ساتحدث ايضا عن نقطه الانشقاقات بجانب اخر لجهه رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب عندما استلم كان هناك تعليق من المعارضه وايضا من المجلس الوطني انه الشخص في ذمته العديد من القصص التي لها علاقه بقمع احتجاجات في اللاذقيه في قمع حراك وايضا انه ابن حزب البعث الان نظرتكم له الآن تغيرت هل هو الآن أصبح بريئا من كل الاتهامات التي أوكلت إليه قبل أن أتكلم عن رياض الحجاب أريد أن أعود إلى جزئية بسيطة ما سمحت لي أعلق عليها وهي وثائقنا ليست وثائق مم. الجزيرة سترونها ولن طيب. اتكلم عنها الا عندما تظهر متى ستظهر طبيعت. هذه الوثائق؟ يتعلق في الانشقاقات في هناك وقت لظهور هذه الوثائق قريبا قريبا ستظهر هذه طيب. الوثائق وتبين ليس هناك يعني في الفتره القريبه هذا ما اريد ان اقول طيب. فيما يتعلق في قضيه رياض حجاب والموظفين النظام لو انشق جميل حسن المتورط بدماء السوريين ستقبله المعارضه أن يفهم جيدا الشارع 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 عدوه عدوه الاساسي هو النظام الفاسد بمؤسساته ومسؤوليه ذلك اساسا على راس الهرم هو المسؤول لذلك عندما يتم الحديث يتم الحديث ضمن هذه المنظومه لا شك لا شك مارس النظام على كل موظفيه ضغطا في فيما يتعلق في يعني العمل باتجاه النظام عندما كنا في 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 في, 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 في الاداره في نائب عميد كليه الشريعه كان عندنا ضغط لنطلع الطلاب مظاهرات وخط الرئيس لازم نطلعهم على على الخطاب الرئيس في في مدرج جامعه دمشق ونحو ذلك هذا يعرفه يعني كل موظفي الدوله اذا اذا انا يكون من هذا القبيل ينظر فيه اما اما ما كان على وجه الضلاع معذره معذره مع ما كان على وجه الضلاع في استمراء دماء السوريين هذا لابد من المحاسبه فيه طيب لذلك يرحب بانشقاق رياض حجاب وكل الضباط المؤسسة الأمنية وأخص منهم أبناء الطائفة العلوية تحديدا لأنهم في الواقع يمثلون شيء مهم جدا هم الآن جزء كبير منهم يمثل حاضن اجتماعي لاستبداد النظام ما ينبغي أن يلتصق الاستبداد بهم هؤلاء أبناء سوريا الأحرار الدوله التي ارادت فرنسا ان تنشئها من العشرين 20 ل36 ابطلها هؤلاء اذا المسؤول فاسد في الحكومه السوريه آآ 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 الى حين جر الدوله الى حاله طائفيه طيب اذا المسؤول في الحكومه السوريه فاسد الى أنا حين يعلن أنا أقول انشقاقه المسؤول عن ذلك النظام المسؤول في الحكومه السوريه في اي اركان هو فاسد الى حين يعلن انشقاقه لا 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 ليس كذلك هناك عدد كبير من الاشراف في في مؤسسات الدوله موجودون طيب دعنا لا نعود نستطيع ان نقول هذا كلام الأرجل لا ما تكلمت في هذا الكلام ابدا انت تقول انه هم يعني عندما يعلنون انشقاقهم مرحب بهم تذهب عنهم اي مسؤوليات حتى وذكرت اسم معين دعنا نعود ما الى قلت إلى... تبي أنا... ما قلت تذهب ما قلت تذهب طيب نعود الان, أنا الآن أنا الى الى دمشق السياسي فعل له اثره الواضح بالانشقاقات نعود الى الى دمشق عندما تستهدف قيادات ويغتال قيادات في في عمليه مكتب الامن القومي يعني لا تؤثر وعندما يكون هناك انشقاقات تصل كما قلنا لرئيس الوزراء الحكومه السوريه لا لا تؤثر، ما الذي يؤثر اذا؟ لا راميه انت الان انت تقولينني ما لم اقله، انا ما قلت انها لم تؤثر، انا قلت بانها اثرت معنويا وهي ذات تاثير هام في الشارع السوري على العكس تماما. لكن أين لم تؤثر؟ لم تؤثر على المؤسسة والآن أنت في هذه المعركة أنت الأساس تعولي على المؤسسات وليس ولا تعولين على وجدان الناس في المواجهات الدولية لا تعولين كثيرا على المشاعر القضية ليست قضية أنني أحبك أو لا أحبك القضية أنني أمتلك أدوات ووسائل قادرة على أن أحافظ على المكان الذي أنا فيه أو لا أحافظ فلذلك هذه هامة اثنين اه ضيفك عندما يقول بانه يعني المهم ان ينشق اي مسؤول طيب انا للاسف يعني انا للاسف وانا اتابع بعض مثقفينا من الخارج لا يا اخوان ما هيك المهم ان ينشق طبعا ما هذا لسان كلينتون منذ الايام الاولى ولسان الناطقه باسم وزاره الخارجيه الامريكيه ماذا يعني ان ينشق ماذا يعني ان ينشق أن ينشق أي أن يتنازل عن الدور الذي لعبته سوريا أن يت... أن ينشق أي طيب. أن يصبح ضد المقاومة اللبنانية أن ينشق أي أن يذهب على لسان برهان غليون إلى اتفاق تسوية مع إسرائيل أن ينشق أي أن يصبح في حلف آخر تماما طيب. هذا هو ما يعنونه بالضبط طيب. لم يبقى لدي الكثير من الوقت أهلا لدى الكثير من الوقت أعود إليك سيد عماد الدين رشيد بأقل من دقيقة الواشنطن بوست لا تعتبر أن النظام السوري كما تقول الواشنطن بوست في حالة انهيار ولا هو مفتت ما تبقى من النظام أساسات متينة من وحدات عسكرية وقادتها نظام منهار جدا هناك أركان موجودين في المفاصل الأمنية لمصالح ولتورط كبير في دماء السوريين وفي ملفات قديمة ربطوا مصالحهم مع النظام ربط النظام بهم عضويا هذا مفرغ منه انا اريد ان من ضيفك في دمشق لا يبالغ ولا يكابر علينا في قضيه المقاومه نظام عميل بامتياز يحمي حدود اسرائيل اسرائيل لم تفعل خنادق الى الان لما احست بسقوط النظام بلشت تساوي خنادق على حدودها لانه كان هناك من يؤمن حدودها شريط الحدود بالجولان حديد مصدي عمره 44 سنه عذرا سنة. سامحيني شوي شيء ثاني شي لا لا الوقت. انت انتهى الوقت انتهى الوقت لا ولن تنتهي الحلقه تنص أنا. على عماله <applause> أرجوك هناك وثيقة تنص على أن الضابط سهيل حسن أنت العقيد. بغض النظر. طيب. الوقت انتهى حقيقة لي لي في هذه لي لي الحلقة. لي أنتم الحلقة أنتم حديث دمشق انتهى. انت سيد خالد العبود لو سمحت لي انتهى, ال... انتهى حلقة حديث دمشق. أود أن أشكر ضيفي في ختام الحلقة. أعتذر أن الحلقة انتهت على هذا الشكل من حديث دمشق. شكرا لخالد العبود النائب في المجلس السوري. كان معنا مباشره من دمشق وايضا موصول الشكر عضو مجلس الوطني السوري من اسطنبول عماد الدين رشيد شكرا لكما الشكر الاكبر لكم مشاهدينا اينما كنتم حديث دمشق انتهى موعد جديد يتجدد الاسبوع المقبل كونوا على الموعد